لا تطارد المزيد بدلا من الشيء الرائع. ذات يوم أجريت محادثتين مع صديقين مختلفين تماما. كان أحدهما يبلغ 26 من العمر وكان صاحب عمل من كاليفورنيا، والآخر كان في عمر 58 ومؤلف من ديزني. لم يكن لديهم الكثير من القواسم المشتركة، لكن كليهما كان يواجهان نفس المشكلة، وهي مشكلة ستواجهها في ميدان الحصاد. عندما تتفتح المحاصيل في حياتك، سوف يأتي الناس إليك ويقولون المزيد، يخبرونك أنه يمكنك حصاد المزيد أو زرع المزيد أو الاستفادة أكثر إذا كنت قادرا فقط على زيادة الإنتاج. إذا قمت بتوسيع النطاق، فسوف تتضاعف الأشياء الرائعة لديك بنسبة 3 أو 4 مرات، وقد يكونون على حق. ربما يمكنك الحصاد أكثر إذا كنت ستفعل هذه الأشياء الإضافية القليلة، ولكن عندما يخبرك أحدهم المزيد، أريدك أن تسألهم لماذا؟ لم يفعل صديقي الشاب في كاليفورنيا ذلك في البداية. كانت شركته تنمو بقوة، لقد كسب 500,000 دولار في أسبوع واحد. لا أعرف راتبك في عمر 26، لكنني متأكد أنني لم أحصل على راتب بقيمة 2 مليون دولار شهريا. في خضم هذا النمو، كان الناس يقولون له المزيد، وأن حصاده لم يكن شيئا مقارنة بما يمكن أن يكون عليه. إذا حاول فقط بقوة أكبر قليلا وأكثر شدة وتوسع هنا وهناك، يمكن أن تنمو الأشياء أكثر، فيكون لديه المزيد. اتبع النصيحة لفترة، وكان المزيد الوحيد الذي انتهى به الأمر أنه حصل على المزيد من التعب. انتهى به الأمر بأخذ أجازة 10 أيام من الشركة في منتصف ضغط العمل، لأنه أدرك أنه ليس لديه أي سنترال بارك. في هذه الأثناء، على الجانب الآخر من البلاد، أصدر صديقي في تينيسي كتابا جديدا للتو، حيث كان مشهدا ممتعا من الحصاد. تعرف عليه رجل أعمال شاب وطلب تناول الغداء معه، وخلال الوجبة وضع خطة شاملة لتطوير كتاب ومنصة صديقي. كان لدى صديقي بداية جيدة، ولكن يمكن أن يكون لديه أكثر من ذلك بكثير إذا فعل فقط الأشياء الصحيحة على تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي، وربما السفر أكثر، سيكون قادرا على تحقيق الشهرة لكتابه حقا، سيحصل على المزيد بدلا من الموافقة على الاقتراح. قال صديقي: كل ما أريد أن أقوله في لحظات من هذا القبيل، لماذا؟ لماذا علي أن أفعل ذلك؟ أنا أحب كتابي، أنا فخور بالكتاب، وقد حصلت على 20 عاما لبيعه وتنميته. إذا اتبعت اقتراحك، فسيكون من الصعب حقا أن أحافظ على عملي اليومي الذي أحبه، أو أن أكون زوجا أو أبا صالحا. لماذا أحتاج المزيد في هذه الثانية؟ أصيب صاحب المشروع بالذهول، فلا أحد يقول لماذا أرغب في المزيد، وإنما يطاردون الفرصة فحسب، ويشعرون بالتوتر بسبب ذلك، وغالبا ما ينتهي به الأمر بمجموعة كبيرة من الأشياء التي لم يريدونها أبدا في المقام الأول. قد تكون فكرة رائعة لشخص آخر، ولكن ليست أفكارك الخاصة. سيقول لك الناس المزيد في ميدان الحصاد، وعندما يفعلون ذلك، اسألهم لماذا؟ وإذا لم يكن لديهم إجابة تناسب نسختك الرائعة، فلا تغير شيئا. لا تطارد الإنجازات بدلا من الشيء الرائع. في النهاية سيأتي 14 شخصا إلى الجلسة الفرعية قبل المؤتمر. هذا ما حدث لي قبل 24 ساعة في باسدينا وكاليفورنيا. كان من المقرر أن ألقي كلمة الرئيسية أمام نحو 450 شخصا في مؤتمر في ليلة الثلاثاء، لكن أولا كنت سأقوم بجلسة فرعية في فترة ما بعد الظهر. لا أعرف عدد الأشخاص الذين افترضت أنهم سيحضرون الجلسة الفرعية، لكن اعتقدت أنه سيكون أكثر من 14. وبعد إعطاء الناس بضع دقائق إضافية للحضور، بدأت الجلسة وقد كانت سيئة للغاية، إذ إن الأشخاص لم يجلسوا على مقربة من بعضهم البعض في مثل هذه المواقف، بينما كانت الغرفة ضخمة وتتسع لما يقرب من 300 شخص، وكان هناك 14 شخصا فقط، والناس لا يضحكون عندما يتقرفون ويجلسون بمفردهم هكذا، والناس لا يضحكون عندما يتفرقون ويجلسون بمفردهم هكذا. مثل هذه المواقف
من المفترض أن تطلب من الناس التحرك والجلوس بجانبهم والجلوس بجانب بعضهم، لكنني شعرت بالدهشة بسبب قلة الحضور وأصبت بالارتباك. وكان جزءا من السبب في ذلك أنني سمعت صوت الضحكات عبر الجدار من الجلسة الفرعية المجاورة لي، حيث كانت هناك المئات من الحضور في الجلسة الأخرى. والأشياء الرائعة التي كانوا يختبرونها جميعا صارت جلية في غرفتي الصغيرة الحزينة. وكلما حاولت أن أوضح نقطة ما، ينفجر صوت جديد من الضحكات والتصفيق، وأتوقف لمدة ثانية إلى أن ينتهي. من ثم تحول ما كان من المفترض أن يكون خطابا مدته 75 دقيقة إلى خطاب لمدة 45 دقيقة. وعندما هممت إلى أن أحزم إمتعتي بالمغادرة، جاء 3 أشخاص متأخرين وفوجئوا أن الأمر انتهى بالفعل، وقررت أن أبقى وأعيده عليهم. كان يوما صعبا بشكل عام، وأصبح أكثر صعوبة لأنه كان بعد 3 أشهر من الانتصارات المتتالية بالنسبة لي. فقد كانت المؤتمرات 5 الأخيرة لي تتكون من حشود من 5 إلى 10 آلاف شخص، وكنت قد بدأت في التركيز على إنجازاتي. انظر إلي المتحدث الكبير. فجأة تم سحب الوساط من أسفلي. لم يكن الأمر ليصبح بهذا السوء. لو كان بإمكاني التراجع عن الحضور، لو كان بإمكاني العودة على متن رحلة جوية تابعة لشركة ساوز ويست إلى الوطن، لكنني لم أستطع فعل ذلك. وبعد 3 ساعات من جلستي الفرعية، كان علي أن ألقي كلمتي الرئيسية. كان علي أن أعود إلى خشبة المسرح في القاعة الرئيسية وأتحدث مع الحضور بأكمله. عندما عدت إلى الفندق لتغيير الملابس، فكرت في الوقود الرديء الذي تصنعه الإنجازات. لا يعني ذلك أنها ليست ممتعة، لا يعني ذلك أننا لن نحتفل بها أو نشاركها على طاولة التباهي، لا يعني أنك لا يجب أن تستهدفهم، ولكن فقط ألا تكون الدافع الرئيسي لك. لا يمكن أن تكون سبب قيامك بما تفعله، لا يمكن أن تكون الغاز الذي يمدك بالطاقة في طريقك إلى المستوى الرائع، لأنه ذات يوم في منتصف موسم الحصاد سوف تنهار بعض المواقف. سوف تتوقع أن يحضر 100 شخص في هذا الحدث الخاص بك، بينما يحضر 14 شخصا. ستتوقع أن بعض مقاطع الفيديو التي فعلتها ستنتشر بسرعة، ولن تنتشر. سوف تتوقع بيع 1000 نسخة من كتابك، ولن تفعل ذلك. ولن يكون لديك الوقت للعثور على إنجاز جديد ليشحن طاقتك من جديد. ستتعين عليك اتخاذ خطوة أخرى وبدء وظيفة أخرى والعودة إلى خشبة المسرح، وتتظاهر أنك لا تتحدث مع 436 شخصا اختاروا عدم الذهاب إلى جلستك الفرعية قبل 3 ساعات. لأن خمن ماذا؟ حان الوقت للبدء في أن تكون رائعا. سواء كان لديك شخصان أو 2000 شخصا في افتتاح متجرك، وقد حان الوقت لأن تكون رائعا في اليوم التالي واليوم الذي لي. عليك أن تحب أن تكون رائعا. الكتابة، البيع، الغناء، إدارة الأعمال التجارية، مهما كان الشيء، هذا هو ما يجب أن يمدك بالوقود عبر ميدان الحصاد. حتى لو حصدت 1000 إنجاز خلال فترة وجودك في هذه الأرض، عاملهم كمكافآت على ما تفعله وليس أسبابا لما تفعله. لا تخف من الحصاد. الخوف من الفشل على الرغم من مناقشته وفهمه على نطاق واسع هو أمر مبالغ فيه، على عكس الخوف من النجاح، والذي يعد الخوف الأكثر رعبا أو الأكثر إثارة للدهشة أيضا عندما يسيطر عليك في ميدان الحصاد. وقد تبدو عبارة الخوف من النجاح عبارة سخيفة بعض الشيء، حيث إن هذه الجملة ليس لها أي معنى. أليس هذا ما كنا نسعى إليه طوال هذه الأسابيع أو الأشهر أو السنوات؟ ألم يكن هذا هو الهدف دائما؟ والآن بعد أن بدأ يحدث أخيرا في ميدان الحصاد، فكيف يمكن أن نخاف منه؟ في عام 1915 حاول سيمون غوند فرويد الإجابة على هذه الأسئلة في مقال بعنوان أولئك الذين حطمهم النجاح، حيث وضع فيه نظرية حول حيل بعض الناس المفاجئ والمزهر للانهيار على وجه التحديد عندما تبدأ رغبة طال انتظارها أن تتحقق، كما لو كانوا غير قادرين على تحمل السعادة. يا له من فخ رهيب، حيث تظل يائسا لتحقيق شيء ما سرعان ما تدمره عند حدوثه. وتكمن إليسا سكلاروف هذا النمط من التفكير وهي معالجة في فيلادلفيا، تعالج المديرين التنفيذيين الذين يخشون النجاح
فتقول عندما تكون على شفا النجاح تحدث لك أزمة، فيهرب الأشخاص الذين يخشون النجاح من التغيير، خاصة من الاضطرار إلى تغيير صورتهم الذاتية السرية كشخص فاشل أو غير مستحق. تبين أن ذواتنا السرية، تلك التي قرر كل منا أننا بحاجة أن نكون عليها في بداية هذا الكتاب، غير مستحقة وغير ناجحة. هذا ما أشعر به في بعض الأيام، إذ يتعلق الأمر بالماضي. قد كنت فوضويا لمدة 30 عاما، وأنا أعرف كيف أكون فوضويا، كما أنه لا يتوقع أحد أي شيء من الشخص الفوضوي، حيث كل ما عليك فعله هو الفوضى. وهنا يصبح الفشل أكثر من مجرد حدث، يصبح هويتك، ويصبح الطريق التقليدي عنوانك. عندما صدر كتابي الأول وبدأ الناس يطلبون مني التحدث في أماكن مختلفة، كان ذلك مرعبا بعض الشيء، وبدأ دور البطل أثقل من دور الشرير أو دور الضحية بالنسبة لي. أعرف كيف ألعب هذه الأدوار، أعرف كيف أفشل وأشعر بالأسف على نفسي، وأعلم أن الخوف والشك سيحاولان تشجيعك على تصديق أنك لازلت الضحية أو الشرير، لأنهم مرعوبون من أنك ستصل إلى ميدان التوجيه وتساعد الآخرين على الطرق الخاصة بهم. لأنك إذا كنت تعتقد أنك الشرير أو الضحية فلن تستطيع مساعدة الآخرين، لأن الضحايا لا يشهدون أحدا. أما عن الأوغاد فهم ينشرون الألم وليس الأمل. كان النجاح جديدا وغير معروف وغير مناسب لي، حيث وجدت نفسي أرغب كثيرا في العودة إلى الشكل التقليدي كما قضيت كل تلك السنوات السابقة. كان أشبه بالمنزل أكثر من كونه رائعا. إذا قضيت وقتا طويلا في أي مكان فإنه يصبح ما تعودت عليه. بالنسبة للبعض منكم لن يكون لهذا أي معنى، وأنا سعيد لذلك. ربما حينها ستعرف من أنت حقا، وأن الفشل ليس بهوية تقبلها على نفسك أبدا، لكن بالنسبة للآخرين ستشعر بالحنين إلى الأرض المعتادة قليلا في ميدان الحصاد. إننا نخشى النجاح في بعض الأحيان، لأنه إذا أصبحت إحدى نواحي حياتنا رائعة سوف تجبرنا على التعامل مع المنطقة التي نخاف منها حقا. لذا نقوم بالبحث عن أي إلهاء كي لا نقترب من المشكلة التي لا نريد التعامل معها، حيث أننا إذا دمرنا نجاحنا فسوف يكون لدينا شيء نركز عليه يمنعنا من رؤية ما يؤذينا، يمنعنا من البدء مرة أخرى في شيء آخر. هناك مثال عظيم على هذه المشكلة في فيلم باك، وهو فيلم وثائقي عن باك براندمان، الرجل الذي أخذ عن حياته قصة هامس خايل هورس ويسبرر، حيث أنه عندما كان طفلا كان باك وشقيقه من نجوم مسابقات رعاة البقر، وكان لديهم أب صعب المراس. بينما احتفل باك وشقيقه في جميع أنحاء البلاد بمهارتهما في شد الحبال، وقد بدأ أنهما يمتلكان حياة مثالية، ولكن بعيدا عن الكاميرات كان والدهما يضربهما بلا رحمة. وفي نهاية الأمر رأى أحد المدربين في المدرسة الكدمات الموجودة على جسد باك وأخيه، ووعدهما بأنه سيمنع حدوث ذلك لهما مجددا. وبعد سنوات اشتهر باك في وسط القيول بطريقته المذهلة لتدريب الحصان دون اللجوء إلى العنف أبدا. إنه فيلم وثائقي مذهل مليء بمعاني عظيمة، لكن اللحظة الأكثر إثارة للاهتمام حينما تجلب امرأة شديدة الخطورة إلى باك كي يدربه. قد كان الحصان خارجا عن السيطرة يركل بعنف، ثم في نهاية المطاف عض زميل باك في رأسه مما تسبب بجرح عميق. من ثم تحدث باك مع المالكة وسألها عن الحصان، قالت إنه واحد من بين 18 حصانا يعيشون في مزرعتها. وبرغم شعور باك بالشك أن المرأة لديها أكثر من حصان واحد في حيازتها، لكنه دخل إلى صلب الموضوع. أنت مجنونة لجعل هذا العدد الكبير من الأحصنة معا، أؤكد لك يا سيدتي أن معظم الناس لا يحتاجون إلى الأحصنة، ولا يحتاجون إلى 18 منها. لا أعرف ما الذي تحاولين إثباته، ربما لديك الكثير من الأشياء التي تحدث في حياتك، ربما أكثر بكثير من قصة هذا الحصان. يجب أن تكون عضوة في فريق سير، أو أي شخص يجب أن يقدم على مخاطرة مثل ما أقدمت عليها. لماذا لا تتعلمين كيف ستستمتعين بحياتك؟ الحياة قصيرة جدا، يخبرني هذا الحصان قليلا عنك، إنه مجرد موقف تضخم من الحقيقة. ربما هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك معرفتها عن نفسك،
انهارت المرأة، وحينها يشعر المشاهد أن الأمر لم يكن متعلقا بالحصان، بل كان ناتجا عن أذى آخر، حيث كان هناك جزءا من حياتها غير مستقر، لدرجة أن الطريقة الوحيدة لتجاهله هو جعل جزء آخر من الحياة أكثر جنونا. لأنها إذا باعت تلك الأحصنة وقامت بإنشاء مزرعة ناجحة وانتهت من هذه الفوضى في منزلها بدلا من ذلك، كانت ستضطر إلى الاعتراف بوجود مشكلة ما. لاحقا في الفيلم تبكي المرأة في المقابل وتقول إنه على حق، أعني أنه محق، أنا أريد أن أقول إنه على حق. الأمر ليس متعلقا بالحصان فقط، بل إنه على حق فيما يتعلق بحياتي. كانت فوضى الخيول المكان المثالي للاختباء من جزء آخر من حياتها. النجاح مع الأحصنة، وهو أمر مستحيل في الأساس، كشف مخبأها. هذا هو نفس السبب الذي أدى إلى أن أنتابني نوبة غضب. قد كان كتابي كويتر على وشك أن يصدر، وقيمت مؤتمرات للتحدث عنه حتى تضاعفت الفرص، وشعرت أنني أسير في موسم من الحصاد. حاولت الضغط على الفرامل وإفساد كل المخططات لا إراديا، وبدأت أفزع بشأن ما إذا كان الغلاف يجب أن يحتوي أم لا يحتوي على علامة واصلة بين كلمتي الأكثر مبيعا بستيلينج. التقطت صورا للكتب في المطارات وأرسلتها إلى أعضاء فريقي. راسلت الأشخاص لشرح مخاوفي، وبدأت في خوض نقاش طويل حول العلامة الواصلة. لم أكن أرغب في إصدار الكتاب، كنت خائفا من النجاح، وأخذت العزم على إبطاء الأمور. وبدلا من التعامل مع مخاوفي أن أصدر الكتاب، كان قريبا، وأنا أعتقد سرا أنه مقدر لي الفشل. تشبثت بكل ما لدي من قوة بالعلامة الواصلة، لكن لحسن الحظ لم يستجب أحد لي. رفضوا أن يصدقوا احتجاجاتي أن العلامة الواصلة ستؤثر بشكل كبير في عدد الكتب التي نبيعها. وتم إصدار الكتاب، وكان علي أن أواجه بعض الأشياء التي كنت أهرب منها لسنوات. كان من السهل علي أن أختبئ عندما كنت أعمل في وظيفة لا أحبها ولا أطارد الأشياء الرائعة الخاصة بي. استطعت أن أقول أشياء مثل: يوم ما سأكتب كتابا، يوما ما سأتحدث، يوما ما سأسعى وراء كل هذه الأحلام. وإلى أن يأتي ذلك اليوم يمكن أن نتجاهل كل الأشياء الأخرى في حياتي. كان لدي هدف لإلهاء نفسي، ولكن بمجرد أن كتبت كتابا وأجريت عددا قليلا من الحفلات الناطقة وشهدت القليل من ذلك النجاح، شعرت فجأة بأن هناك فجوة في حياتي. في ميدان الحصاد ستجد أن هناك متسعا ودعوة لمواصلة استكشاف من أنت ومن هو الشخص الذي من المفترض أن تكون عليه. يمكن أن يكون ذلك مخيفا، لكن لا تهرب منه، لا تخف من الحصاد ولا تحاربه، اعتمد عليه واعلم أن مغامرتك الرائعة بمختلف الطرق إنما هي مجرد بداية، لأن كل حصاد ينطلق في بداية جديدة.